الجلسة الوحيدة من أصل 11 جلسة التي لم يتطرق خلالها المجتمعون إلى موضوع رئاسة الجمهورية، ليس لأن بند الرئاسة لم يعد الأول على جدول الأعمال، لكن لشعور الجميع خلال الجلسة أن شيئاً ما في هذا الملف جدياً يعمل على إنجازه بحسب تعبير أحد المشاركين. سادت لغة العيون على طاولة الحوار التي حضرها للمرة الأولى سليمان فرنجي كمرشح جدي للرئاسة، وغاب عنها ميشيل عون للسبب نفسه. حضر النائب إبراهيم كنعان مستطلعاً وغاب عون متفادياً. ما حكينا بموضوع الرئاسة أبداً على طاولة الحوار. هذا الموضوع بيتطلب توافق بين كل اللبنانيين، وإن شاء الله طرح الرئيس بري ونحن مؤمنين بهذا الطرح مفتاح لكل الحلول، هي تبدأ برئاسة الجمهورية، إنما هنالك سلة متكاملة عم بتم البحث بإطار كل الموارنة. بعضهم مرشحين وبعضهم يعتبروا حالهم رئيس مقبل، بقى بكتير بعض مثل ما قلنا أنه بعد في مرحلة تمرير الوقت أو ربح الوقت بطريقة إيجابية، في خيارات وسيناريوهات حول الرئيس، حول القانون الانتخاب، حول الحكومة، رئيس الحكومة، نحكى بالسلة، في خيارات عم تتداول. النائب سليمان فرنجي كان هادئا خلال الجلسة يدور الزوايا مبتسما ومرتاحا، نادرا ما يتحدث عقب جلسة الحوار، لكن اليوم أراد توجيه أكثر من رسالة للحلفاء وللآخرين. ترشيح 8 أدار وفريقنا هو مرشحنا الأول الرئيس أو الرئيس ميشيل عون. أما إذا الفريق الآخر عطى طرح جديد ونحن عم نقول ننتظر الطرح الرسمي سنتعاطى مع الأمر بوقتها، يعني نحن عم نقول هذا طرح لأنه كل العالم عم بتقول صار في طرح من 8 أدار أو صار في جو جديد اسمه مرشح اسمه سليمان فرنجي. لا، الجو هو طرح جديد من فريق 14 أدار بين الرئيس، قد يكون من الرئيس سعد الحريري، هو بهذا الجو ساعتها منشوف شو الطرح الرسمي، لأنه لحد هلا كل الحكي حكي كواليس وحكي اجتماعات ثنائية، ونحن عم نقول الوضع عندما يأتي الطرح الرسمي منشوف كيف بدنا نتعامل. سنكون مع الجنرال عون عم نحكي لغة واحدة بهذا الموضوع، ما حنحكي لغة. الجلسة وهي الأكثر نسبياً من بين الجلسات التي سبقتها جرت خلالها مقاربة قانون الانتخاب بعد تشكيل اللجنة المكلفة وضع قانون. عدد الرئيس برد اقتراحات القوانين البالغ عددها 17. اعترض النائب طلال إرسلان لأنه غير ممثل في اللجنة، فطالب بأن يبقى هذا الموضوع على طاولة الحوار. فرد الرئيس بري: نحن نضع الدوائر ونحدد النسبية. فرد الرئيس السنيورة: وماذا يبقى إذا بحثنا هذين الأمرين؟ أما فيما خص تفعيل عمل الحكومة الذي أصر عليه الرئيس بري، فسمع الحاضرون كلاما إيجابيا فيما خص ملف النفايات لجهة انتظار جواب الشركات خلال أسبوعين من الرئيس تمام سلام. النائب إبراهيم كنعان أكد أنه في حال باتت الأمور جاهزة فسيحضر فريقه السياسي جلسة الحكومة، ثم عاد ليكرر الحديث عن الآلية والتعيينات. إلى 14 من كانون الأول موعد الجلسة المقبلة للحوار متسع من الوقت لحوارات واتصالات ولقاءات قد تخلط الأوراق وتبلور صورة السلة المتكاملة التي يبدو أنها وضعت على سكة البحث. من مقر رئاسة الثانية في عين التينة، مها ظاهر، تلفزيون المستقبل.